مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي محمد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا. طبعا طبعا يا كريم، النهاردة السبت نقدر نقول هو التدريب الأساسي والرئيسي لمباراة الطلائع. بكرة تمرين هيكون خفيف، مدته مش هتزيد عن 40-50 دقيقة. فالنهاردة كل التفاصيل الفنية اللي من خلالك ممكن نفهم منك إزاي الجهاز الفني بيحضر وبيشتغل على مباراة الطلائع إن شاء الله. بالتأكيد يا محمد، طبعا أنا في البداية طبعا حابب أنقل الحالة المعنوية المرتفعة الكبيرة جدا لدى لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني، ويمكن كمان الجهد والمبذول اللي مراد بيراميدز كان يعني مردوده كبير جدا خلال أمس. التدريب كان خفيف، النهارده كمان يا محمد أقدر أقول لك إن 75% من التدريب النهارده ما كانش فيه حمل بدني مرتفع، لأن بعض اللعيبة يعني مش هنقول اشتكت من الإجهاد، لكن المجهود الكبير جدا اللي بذل خلال الأيام الماضية وتحديدا المباراة الأخيرة فرض على مستر توماس مخطط الأحمال إن هو يختار عدد من اللاعبين يكون ليهم فقرات في الجيم، عدد من اللاعبين ايضا. كمان النهارده كان في الكره طايره، كان في مربعات، لكن ما نقدرش نقول النهارده كان في تدريب في التحامات، في كروسات، في شوتنج كبير، اللي هي بس الفقره الاخيره اللي كانت في التدريب النهارده يمكن شارك فيها جميع اللاعبين بالنسبه للشوتنج على المرمى. لكن عايز اكد كمان على نقطه مهمه جدا يا محمد، ويمكن هو مستر ريني بايلر اللي عنده مجهود كبير جدا خلال الايام الماضيه، وزي ما انت ذكرت يعني عدد كبير من الماتشات كبيره جدا سواء في البطوله الافريقيه او بطوله الدوري العام او السوبر. فكمان يمكن مباراه طلائع الجيش هي المباراه الاولى اللي مركز فيها النادي الاهلي بشكل كبير، اكد على نقطتين مهمين جدا، ممكن نلاقي تكتلات دفاعيه، ممكن الفرقه تلعب زون ديفنس، فلابد يكون في حلول فنيه كبيره جدا من خلال محاضرات الفيديو. النهارده كانت في محاضره فيديو مطوله لمستر ريني فايلر للاستفاده طبعا والوقوف على كل نقاط القوه والضعف الخاصه بفريق طلائع الجيش. لكن انت عارف اي فريق بيقابل النادي الاهلي بغض النظر عن ترتيبه وعن ادائه خلال المباريات الماضيه بتكون مباراه بطوله ليه، فالوضع بيكون مختلف، فمحتاج تركيز جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. النقطه كمان الاهم محمد ان يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ وايضا كمان الجهاز الفني خلق دوافع مستمره وتجديد دوافع مستمره بشكل مهم جدا لدى لعيبه النادي الاهلي، لان المرحله مرحله مهمه جدا خلال الايام القادمه، وهو ده فعلا سر نجاح النادي الاهلي، الفصل بين المباريات، الفصل بين البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، وتجديد وخلق الدوافع بشكل كبير، بجانب طبعا كباتن النادي الاهلي اللي بيقوموا بدور كبير جدا لتحفيز اللاعبين وايضا كمان الاستمرار على الاداء والانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. رمضان رامي ربيعه يمكن زي ما انت اتكلمت محمد، رمضان الصبح يمكن بيأهل النهارده وكان في الجيم، تجهيز رمضان نقدر نقول مباراه المصري، يعني طبعا هي هتكون رؤيه مستر ريني فايلر، ياخد جزء بسيط في مباراه المصري للاطمئنان عليه عشان هيظهر ان شاء الله باذن الله بشكل كامل في مباراه السوبر. دي المعلومات اللي وصلنا من اطمئناننا من خالد محمود طبيب النادي الاهلي. رمضان خلاص في المرحله النهائيه، هي بس طبعا الابقاء عليه والحفاظ عليه الاخر يعني لحظه بتدافع بيه في التدريبات الجماعيه، لكن رمضان خلاص ان شاء الله يعني في خلال الايام القادمه نشوفه بيشارك في التدريبات الجماعيه، محتاجين الفتره الجايه ومحتاجين كل لاعبي النادي الاهلي. حسين الشحات ايضا كمان شارك في جزء من الجماعي، لكن باكد لك ان هي كانت جزء بسيط جدا، مربعات ويمكن كره طايره بالرجل كده، لان كان حسين طبعا متواجد مع اللعيبه اللي دخلت الجيم في الفقره المخصصه من توماس مخطط الاحمال. بادجي طبعا محمد في بلاده طبعا بيجري الاجراءات الخاصه طبعا باوراق السفر، من الواضح ايضا انه ممكن ما يلحقش مباراه طلائع الجيش، لكن كل اللعيبه الحمد لله محمد جاهز النهارده، اطمنا عليهم بشكل كبير. بكره زي ما انت اكدت وقلت التدريب هيكون في جزء خططي بسيط جدا، مش هيبقى فيه حمل بدني مرتفع، وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يستمر في حصد المباراه 14 و15 ويقدر يعمل ارقام قياسيه كبيره جدا للنادي الاهلي في الموسم المتالق فيه للنادي الاهلي. كريم انت بصراحه قلت كل حاجه، يعني ما اديتش فرصه لاي سؤال، كل المعلومات معاك، دايما عندك كل الجديد، بتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله، وباذن الله هنتابع معاك خلال الفتره اللي جايه كل الاستعدادات الجاريه سواء مباراه الطلائع او حتى مباراه الزمالك والسوبر، وان شاء الله الفتره الجايه هتكون ايجابيه باذن الله للنادي الاهلي.